سحر أيار رح نبدأ مشوار. لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل أحد وثلاثة ساعة خمسة المساء مع سلام ديك. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي بالبلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم أوروبا في فلسطين. وين ما كنتم مساء الخير وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم أوروبا في فلسطين. حلقتنا مليانة بالمعلومات وفرص الربح. رح يكون معنا بالهندسة الإذاعية بهاب عواد، ومن الإعداد والتقديم أنا سلام الديك. أما في التقارير زميلتنا رزان حمايل. في هاي الحلقة من برنامج أوروبا في فلسطين رح نعرفكم أكثر وبالتفصيل على مشروع سيادة لدعم وتمكين النظام القضائي في فلسطين. بس قبل هيك رح نحكي لكم اسم الرابحة بسؤال الرسائل القصيرة من الحلقة الماضية، وهي شيرين يوسف رزق من قطاع غزة، وربحت معنا جائزة بقيمة 200 يورو. إذن كمان مرة، شيرين يوسف رزق من قطاع غزة هي الرابحة على سؤال الرسائل القصيرة من الحلقة الماضية وجائزتها بقيمة 200 يورو. علي حال تقدروا كمان تشاركونا في أربع أسئلة لليوم من خلال أرقامنا 2421323 وبالاتصال المباشر. قيمة جائزة كل سؤال منها 50 يورو. أما سؤال المخصص للرسائل القصيرة لهذا اليوم فهو على النحو التالي: وضع اللاجئين مصطلح معترف به في ميثاق جنيف أو إعلان ريو أو المادة 63 من معاهدة المفوضية الأوروبية أو قانون هلسنكي. قيمة جائزة هذا السؤال المخصص للرسائل القصيرة هي 200 يورو. تقدر تجاوب عليه من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37577 من جوال أو من وطنية على الرقم 6358. وبتقدروا تتابعوا أسئلة الحلقة على موقع وطن للأنباء وطن.tv. رح نروح معكم للتقرير التالي اللي رح يعطينا ويعرفنا أكثر على مشروع سيادة. يأتي مشروع سيادة استجابة لأهداف كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وبرنامج العدالة الآن المعد من قبل خبراء قانونيين فلسطينيين والمضمن في خطة الإصلاح والتنمية، إذ يتم تطبيق مشروع سيادة بتنسيق دائم مع السلطة الوطنية بالإضافة لتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى في هذا المجال، ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية التي تقدم دعما لنظام العدالة الجنائية في فلسطين. لقد انصب تركيز مشروع سيادة عام 2005 حتى عام 2009 على تدريب القضاء وأعضاء النيابة العامة وعلى تطوير المؤسساتي وتطوير القدرات. أما مشروع سيادة يهدف إلى توسيع نطاق هذا العمل ليشمل المساهمة في جهود تطوير مجلس القضاء الأعلى ومعهد التدريب القضائي ونقابة المحامين، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجالي المساعدة القانونية والقضاء الدستوري في فلسطين. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. من جديد رجعنا لكم في أوروبا في فلسطين بعد ما سمعنا التقرير. شكرا لرزان حمايل على هذا التقرير. بدنا نذكركم أنه برنامج أوروبا في فلسطين بدعم وبرعاية من الاتحاد الأوروبي يبث من استوديوهات رايا أف أم في رام الله، يأتيكم أيضا عبر الإذاعات التالية: بيرزيت، شباب أف أم، مزاج أف أم، جفرة، أمان، البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، إيزيس، الرابعة، سراج، ألوان، الشعب، المنار، سما أف أم، وأريحة أف أم، وحياة أف أم. أي أن هذا البرنامج يأتيكم عبر 18 إذاعة في الوطن. راح نروح معكم مباشرة إلى الأسئلة المخصصة للاتصالات المباشرة على 2421323. ومنقول مساء الخير لأولى المشاركين معنا اليوم. مساء الخير. أهلا مساء النجد. أهلا مساء الأنوار. مين معنا؟ معك هنيدة. هنيدة من وين يا هنيدة؟ نابلس. هنيدة من نابلس، كيف نابلس يا هنيدة؟ الحمد لله تمام.
هنيدا السؤال بيقول لك كم يبلغ الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق في ألمانيا أو الحد الأقصى للسرعة؟ 45 كيلومتر بالساعة، 65 كيلومتر بالساعة، أو 75 كيلومتر؟ طب ممكن تساعدني؟ ممكن أساعدك. هو مش كتير عالي السرعة، وسط يعني، بتقدر تقولي هل هو 45، 65 أو 75؟ 65. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا هنيدة. خليكي معنا لختام الحلقة لنعرف إذا أعطيتنا إجابة صحيحة أو لا. الاتصال التالي. مساء الخير أوروبا في فلسطين، أنتم معنا على الهواء. ألو مساء الخير. مساء الأنوار، مين معنا؟ تفضلي. معك فايزة أبو ديّة. كمان مرة الاسم؟ فايزة أبو ديّة. فايزة أبو ديّة، من وين يا فايزة؟ من بيت لقيا. من بيت لقيا. فايزة أبو ديّة، فايزة السؤال بيقول لك تم توقيع اتفاقية التحالف المرحلية حول التجارة والتعاون بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير بتاريخ، هل هو عام 1986 أو عام 1990، 95 أو 97؟ بساعدك شوي. بنقول لك 1990، 95 أو 97؟ 90. يعني بدي إجابة نهائية فايزة. يلا قلت لي الخيرة لو سمحت. 90، 95، 97 يا فايزة. يلا هو رقم عالي ولا يعني؟ والله سعادتك كتير. 90، 95، 97. يلا يا فايزة. ايه 90 ان شاء الله. ان شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا فايزة. خليكي معنا لختام الحلقة. وأوروبا في فلسطين مكمل معكم. اتصالاتكم بالسبيلها على 2-4-2-1-3-2-3. مساء الخير. عليكم. أهلا وعليكم السلام، تفضلي. ابتسام جاسر معك. ابتسام جاسر، من وين يا ابتسام؟ من غزة. من غزة. من غزة. ان شاء الله. كيف غزة اليوم؟ الحمد لله، والله احنا بنسمع صوتكم في مصر. وبرنامجنا برعاية مين يا ابتسام؟ الاتحاد الأوروبي. طيب، واحدة من التالية ليست من مدن المملكة المتحدة: لندن، تلفاست، دبلن أو إدنبرا. لندن، تلفاست، دبلن أو إدنبرا. يلا يا ابتسام. إيرلندا. مين؟ بلفاس. بلفاس. طيب إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، بس أنا حاولت أساعدك. خليك معنا لختام الحلقة لتعرفي إذا إجابتك صحيحة أو لا. اتصال جديد أوروبا في فلسطين. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. رسيلة معك. مين؟ رسيلة. أهلا يا رسيلة، كيفك؟ من وين عم تحكينا؟ الحمد لله، من الجديرة. من الجديرة اللي هي محيط القدس المحتلة، صح؟ أخ سلام. رسيلة. نعم. السؤال بيقول لك كم عدد الجزر في استونيا؟ هل هم 459 او 932 او 1520 او 200؟ ساعدني. بساعدك. هم كتار. هم كتار. يلا كتار. يلا. كتار، بس بعرفش كتار كثير او لا. طيب. بعطيك خيارات. 400 يعني مثلا شدد على الإجابة. لا بزبطش. يلا 459، 932، 1520 او 200؟ 1520. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا رسيلة. خليكي معنا لختام الحلقة لتعرفي إذا إجابتك صحيحة ولا. أوروبا في فلسطين مكمل معكم. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك فرج. فرج، من وين يا فرج؟ من خلقيلية. من خلقيلية. إن شاء الله الله بيفرجها على الكل يا فرج. آمين الله خليك. فرج، قديش فكرك الحد الأقصى للسرعة المسموح في ألمانيا؟ في ألمانيا. استمع. فرج سمعني هيك. بدي الجزر بالله. لا صديقي، إحنا السؤال اللي نطرحه وأنت بدك تجاوبنا عليه، أوكي؟ ماشي. يلا، الحد الأقصى للسرعة المسموح فيها على الطرق في ألمانيا 45 كيلومتر في الساعة، 65 أو 75؟ 65. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا فرج من قلقيلية. تحياتنا إليك. منروح لآخر اتصال قبل ما ننتقل إلى الحديث عن مشروعنا. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الأنوار، مين معنا؟ تفضل. هلا بيك. مؤيد محمد الددو من نابلس. مؤيد إيش؟ محمد الددو من نابلس. مؤيد الدبو. ايوه. من وين؟ من نابلس يا مؤيد. من شارع بن رشد. اها، يعني من نفس المدينه. صحيح. في كنافه اليوم ولا في شيء؟ في كنافه. طيب يا مؤيد. مؤيد يا صديقي العزيز، السؤال بيقول لك كم عدد الجزر في استونيا؟ هل هم 459 جزيره، 932، 1520 او 200؟ الخيار الاول قديش؟ 459 أو 59. طيب إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا مؤيد. هيك إحنا بنكون وصلنا لختام الفقرة الأولى المخصصة للأسئلة والربح والمسابقات. في كمان فقرة تانية استنونا فيها وثالثة إن شاء الله، بس بدنا نرجع نحكي معكم عن مشروع سيادة الذي يدعم ويمول الاتحاد الأوروبي. راح نروح مباشرة نحكي مع مدير المعهد القضائي الفلسطيني أسعد مبارك ليحكي لنا عن برنامج الدبلوم الذي يشمل مشروع سيادة لدعم القضاء الفلسطيني.
سيد أسعد، في البداية ما هو برنامج الدبلوم؟ الواقع برنامج دبلوم الجلسات القضائية تعد في المعهد القضائي الفلسطيني بغرض إعداد مؤهلين لشغل الوظائف القضائية. نعم. والنيابة العامة. بمعنى آخر، نحن نعد على مدى سنتين خريجي معاهد الحقوق من الدفعات الأولى، الأوائل من الدفعات، وأيضا من المحامين الممارسين لما يزيد عن مدة سنة، ليكونوا بعد سنتين معدين تماما لتولي الوظائف القضائية. طيب سيد أسعد، كيف يسهم هذا البرنامج، هو برنامج دبلوم، في اكساب هؤلاء مهارات وأيضا يعني تطوير عملهم في الناحية الفعلية والعملية؟ الواقع بما أنها التجربة الأولى في فلسطين، فإننا نقوم بعد انتهاء كل فصل بتقييم هذا الفصل، ونقوم بتطوير المواد، ونقوم بتعديلها على ضوء العبر المستخلصة من الفصل الأول. نعم. نقوم بتعديله، وبالتالي قررنا في الفصل الثاني الآن أن يكون أغلب المدربين من قضاة المحكمة العليا أولا، وثانيا أن يكون هنالك تدريب عملي ميداني في المحاكم ومكاتب النيابة العامة. نعم، شكرا جزيلا للسيد أسعد مبارك رئيس المعهد القضائي، شكرا جزيلا لك. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. أوروبا في فلسطين، مكمل معكم هذا البرنامج بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويأتيكم عبر 18 إذاعة حول الوطن من استوديوهات رايا أف أم في رام الله، إلى جانب كل من بير زيت، شباب أف أم، مزاج أف أم، جفرة، أمان البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، وإيزيس الرابعة، وسراج في الخليل، ومن قطاع غزة كل من ألوان والشعب والمنار، سما أف أم في كل من نابلس وقلقيلية، من أريحة، أريحة أف أم، ومن نابلس حياة أف أم. كملين معكم في فرص الربح والأسئلة الأربعة المخصصة لاتصالاتكم المباشرة، قيمة الجائزة في كل سؤال هي 50 يورو، وبتتصلوا على الأرقام 2421-323 مساء الخير والمحبة، أوروبا في فلسطين. مساء الخير، هلا بيك، مساء الأنوار، مين معنا؟ يعطيكم العافية، هلا بيك، مين معنا؟ تفضل. بيحكي معك حسام صالحة من غزة. حسام صالحة من غزة، من وين من غزة يا حسام؟ من الرمال. من الرمال، وسط قطاع غزة، صحيح؟ صحيح. طيب يا صديقي يا حسام، السؤال بيقول لك واحدة من التالية ليست من مدن المملكة المتحدة، هل هي لندن أو بلفاست أو دبلن أو أدنبرا؟ ممكن بس تعيد الخيارات؟ لندن، بلفاست، دبلن أو أدنبرا. بلفاست. يعني رح أعطيك كمان فرصة، فكر منيح، لندن ولا بلفاست ولا دبلن ولا أدنبرا؟ طب خلينا نحكي أدنبرا. أدنبرا. متأكد أنت من إجابتك يا حسام؟ إن شاء الله. أنا حاولت أساعدك، شكرا لك يا حسام، يسعد مساك، وأوروبا في فلسطين مكمل معكم على 2421-323 مساء الخير. مساء الخير. هلا مساء النور، مين معنا؟ نرمين رفيق. نرمين رفيق، من وين يا نرمين؟ من رام الله. من رام الله، حكيتي معنا قبل هيك صح؟ حكيت بس ما ربحت. طيب إن شاء الله بتعطينا إجابة صحيحة وبتربحي يا نرمين. السؤال بيقول لك. الأول. نعم. السؤال الأول. لا معلش، إحنا بنحدد الأسئلة، يلا. السؤال بيقول لك كم عدد الجزر في إستونيا؟ هل هم 459 جزيرة، 932، 1520 أو 200؟ 1500. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، 1520 النرمين أصدقاء. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، خليكي معنا لختام الحلقة، مكملين معكم أوروبا في فلسطين، هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي، واتصالاتكم مكملين فيها على 2421-333 مساء الخير. ألو، السلام عليكم. والرحمة والإكرام، تفضل، مين معنا ومن وين؟ معك صلاح أبو حمود. صلاح أبو حمود، من وين؟ من رام الله. من وين من رام الله؟ من الجيب. أيوة، كله أحكي لي من الجيب، طيب حدد لي من الجيب من وين؟ طيب صلاح، تحياتنا لك ولكل أهلنا في الجيب يا صلاح. السؤال بيقول لك السرعة القصوى المسموح فيها للسير بالسيارة في شوارع ألمانيا قديش هي، 45 كيلومتر ولا 65 ولا 75؟
65. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا صلاح. تحياتنا لك ولكل أهلنا في الجديرة أو الجيب من وين ما كنتوا. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله والرحمة والإكرام. لو سمحت تسمعنا من التليفون وتوطي لنا صوت الراديو، عرفنا على حضرتك ومن وين. من غزة الوسطى. من غزة الوسطى. طيب مين معنا؟ محمد إشحادة مصطفى عواني. محمد إشحادة؟ نعم محمد إشحادة. أوكي يا محمد، كيف غزة اليوم؟ بوجودكم إن شاء الله بليه. والسمك شو وضعه معكم يا محمد؟ لا والله غلابة، والسمك مش هالقد يعني 5% بقى. يلا إن شاء الله إن شاء الله. طيب إحنا فيش عنا سمكة يا محمد. طيب يا محمد، السؤال يا صديقي، أول إشي برنامجنا أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي، وسؤال بيقول لك يا صديقي محمد هو التالي: متى تم توقيع اتفاقية التحالف المرحلية حول التجارة والتعاون بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير؟ هل تم توقيعها في عام 86 ولا عام 90 ولا عام 95 ولا في 97؟ عام الخيار الثاني 1990. كم؟ الخيار الثاني 96. أنا رح أعيد لك الخيارات كمان مرة ورح أساعدك يلا، لأنه أنت آخر اتصال قبل ما نرجع نكمل نحكي في الحكي عن مشروعنا. عام 86 ولا عام 90 ولا عام 95 ولا عام 97؟ يلا يا محمد. عام محمد يلا. تواريخ سنوات أول واحد قديه؟ محمد 86 90 95 ولا 97؟ يلا بدنا جواب. 97 إن شاء الله. طيب إن شاء الله إجابتك تكون صحيح محمد، خليك معنا لختام الحلقة. آخر اتصال هلا وبعدين نروح نحكي نكمل عن مشروع سيادة. مساء الخير. هلا مساء الخير. هلا مساء نور، من وين أنت ومين معنا؟ تفضلي. معك نجاح من بدو. نجاح من بدو، كيف أهل بدو اليوم؟ تمام الحمد لله. نجاح، السؤال بيقول لك: كم عدد الجزر في إستونيا؟ هل هم 459 932 1520 أو 200؟ بساعدك شوي. 932 1520 أو 200؟ 1520. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا نجاح. هلأ رح نكمل معكم أوروبا في فلسطين، بس بدنا نروح نرجع نحكي عن مشروع سيادة، وهاي المرة بدنا نحكي مع إحدى الطالبات اللي بدرسوا في المعهد القضائي الفلسطيني ونشوف قديش عم بيستفيدوا. نروح نحكي مع ربا ياسين وهي إحدى الطالبات في المعهد القضائي. ربا مرحبا بك، ما الذي استفدتيه من التحاقك ببرنامج الدبلوم؟ طبعا كان لي شرف كبير اني اكون احدى طلاب المعهد القضاء الفلسطيني واللي بهدف الى تفعيل برنامج دبلوم الدراسات القضائية لاول مرة بعد خطوة هامة في المساهمة لتدعيم بناء جهاز قضائي على مستوى نعم. من الكفاءة والقدرة العلمية، بالاضافة الى تعزيز قيم السلوك القضائي والاستقلال والنزاهة. نعم. طيب ربا، عمليا فعليا استفادتك بأي مجالات كانت؟ طبعا الاستفادة هي على الناحية المعلوماتية والناحية العلمية، يعني مع برنامج الدبلوم الدراسات القضائية بقوم على جانبين: الجانب النظري والجانب العملي. يعني احنا في المعهد القضائي الفلسطيني في مزيج ما بين الجانب النظري المعلوماتي والجانب العملي، لانه احنا ابتداء من الفصل القادم سوف نقوم بالتدريب في دوائر النيابة العامة وفي المحاكم. ربا ان شاء الله نتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح. ربا ياسين احدى المستفيدات والملتحقات ببرنامج الدبلوم في المعهد القضائي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الاوروبي. ابتداء مشروع سيادة كان مشروع ناجح جدا، لانه تناول مواضيع عملية تهدف الى تطوير الحياة المهنية للمحامي. اتمثلت يعني في عدد من الدورات اللي انا اكثر دورات استفدت منها كانت دورة الباحث القانوني والمساعدة القانونية من خلال مدربين على مستوى جيد. نعم. فكانت الإفادة كبيرة، وتم تطبيقها من خلال كتابة مقالات مثلا في دورة الباحث القانوني ساهمت في تطوير الفكر القانوني للمحامين. نعم. وساعدت عدد من المحامين في الاطلاع أكثر على الجانب المهني والأكاديمي أيضا في مهنة المحاماة من خلال دورة الباحث ودورة المساعد القانوني. نعم. وعدد كبير من الدورات اللي أخذناها فيها الجانب
المهني في مهنتنا والجانب العملي فيها. طيب برأيك وسريعا لو سمحت، في المجمل كيف أسهم مشروع سيادة في تمكين النظام القضائي الفلسطيني؟ ببساطة يعني مشروع سيادة كان خطوة في تطوير النظام القضائي من خلال الدورات العملية التي ساهمت في خلق نوع من الثقافة القانونية للمحامين، فكان في حد ذاته هذا هو يعتبر تقدم في مجال السيادة القضائية، لأن المحامي هو جزء من النظام القضائي، والعدالة لا تتحقق إلا باكتمال عناصرها الثلاثة المتمثلة بالقضاء الواقف والجالس والنيابة العامة. فالمحامي عندما تكتمل لديه الفكرة القانونية تكتمل جزء من صورة العدالة. نعم. به نعم. السيد علاء ديرية محامي من مدينة نابلس وأحد الذين التحقوا في مختلف أنشطة مشروع سيادة الذي يدعمه ويموله الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا لك سيد علاء. شكرا لك. شكرا. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. إذن استمعنا إلى مقابلتين على التوالي، ربى ياسين أحد الطالبات في المعهد القضائي الفلسطيني، وأيضا محامي علاء ديرية من مدينة نابلس. حدثانا عن الأول، أو ربى ياسين تحدثت عن الدبلوم، وأيضا علاء ديرية عن مشروع سيادة واستفادة المحامين منه. نواصل مع حضراتكم الآن الاتصالات والمشاركات على 2421 3 أو 3. مساء الخير. سنور. مين معنا؟ تفضلي. ابتسام الزغل. ابتسام الزغل، من وين ابتسام؟ من طول كرم. من طول كرم. كيف طول كرم اليوم؟ منيحة ما شاء الله. طيب يا ابتسام، السؤال بيقول لك يا ابتسام، امتى المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير امتى وقع اتفاقية التحالف حول التجارة والتعاون؟ هل عام 86 او عام 90، 95 او 97؟ 97 إن شاء الله. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا ابتسام. خليكي معنا لختام الحلقة لتعرف إذا إجابتك كانت صحيحة أو لا. ومنأخذ آخر اتصال ختامها مسك قبل ما إحنا نروح معكم للقرعة وأسماء الفائزين. مساء الخير. مساء النور. هلا بيك، مين معنا؟ تفضل. مؤمن خرومفلة من نابلس. كمان مرة الاسم مش واضح. مؤمن خرومفلة. طيب أنا رح أكتفي بالاسم الأول، مؤمن خرومفلة. قرنفلة. أيوة قرنفلة. طيب يا مؤمن كيف نابلس؟ الحمد لله. مؤمن، سؤال بيقولنا فكرك قديش في ألمانيا مسموح إنه السيارات يمشوا بالسرعة القصوى، هل 45 كيلومتر في الساعة ولا 65 ولا 75؟ 65. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا مؤمن. إذن رح نروح هلا معكم لفاصل قصير نعمل فيه القرعة أسماء الفائزين، وإن شاء الله كلكم تكونوا من الرابحين. خليكم معنا. قبل ما نعلن أسماء اللي ربحوا معنا بدنا نقول لكم سؤال المخصص للرسائل القصيرة وقيمة جائزته 200 يورو، هو وضع اللاجئين مصطلح معترف به فيه، هل معترف فيه بميثاق جنيف أو إعلان ريو أو المادة 63 من معاهدة المفوضية الأوروبية أو قانون هلسنكي؟ قيمة هذا السؤال جائزته بقيمة 200 يورو، تقدر تجاوب عليه من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37577 من جوال، أو من وطنية على الرقم 63 58. وأسئلة هذا السؤال رح تلاقوه كمان على موقع وطن الأنباء وطن.tv. منذكركم بأنه كمان اللي ربحت معنا بسؤال الأسماس من الحلقة الماضية هي كانت من قطاع غزة. على أي حال منا نقولكم هلا أسماء اللي كسبوا معنا بهاي الحلقة، وهم على النحو التالي: قيمة الجائزة لكل منهم 50 يورو، نرمين، رسيلة، محمد شحادة وابتسام. كمان مرة، نرمين، رسيلة، محمد شحادة وابتسام.
ابتسام، انتوا كل واحد فيكم كسب جائزة بقيمة 50 يورو. طبعا بختام الحلقات احنا بنقولكم ايش الآلية اللي تاخذوا فيها جائزتكم اي بعد نهاية حلقات البرنامج، ومنذكر باسم الرابحة في حلقة الحلقة الماضية بالاس ام اس وهي شيرين يوسف رزق من قطاع غزة، كسبت معنا جائزة بقيمة 200 يورو. شكرا لبهاء عواد في الهندسة الإذاعية، هذا السلام الديك وحييكم، وايضا شكرا للإذاعات الشركة في تواجدها معنا. اللقاء يتجدد ان شاء الله يوم الاحد المقبل، اوروبا في فلسطين، الى اللقاء. في شهر ايار رح نبدا مشوار، لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات اوروبا في فلسطين، استنونا كل احد وثلاثة الساعة 5 المساء مع سلام ديك. اوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الاوروبي بالبلد، اسئلة وفرص كبيرة للربح، اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم اوروبا في فلسطين.